مرحبا، معكم جينا تدرس من هاربرز بازار العربية، ولقاء جديد من سلسلة لقاءاتنا الأولى. الأولى هي امرأة صنعت نجاحها ليكون الأول من نوعه عربيا، لتؤكد أن الأولى لقب لم يعد حكرا على الرجال، بل زادته المرأة جمالا لا يشبه غيره. مرحبا بك شيخة. مرحبا. كيفك؟ شو الأخبار؟ الحمد لله والله كل شيء بخير وتمام. سو هنبتدي من دبي وتقول لنا بتعملي ايه؟ والله أنا تدبي عشان أشترك بشيء اسمه سبارتن ريس، وهو سباق في حواجز، وأنا سويت اللي مفروض كان 5 كيلو بس طلع بين 8 و12 كيلو. أي شيخ بدرية، عايزين نعرف عنك شوية أكتر، إيه رأيك تعرفينا عن نفسك، تحكي لنا عنك؟ فأنا متربية بالكويت ودارسة بالكويت، بس الجامعة رحت ودرست بأمريكا، كلية صغيرة اسمها سميث كوليدج. بعد التخرج على طول تعينتي في المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لشؤون المرأة في القاهرة، صح؟ مظبوط. طيب تحكي لنا عن دورك هناك. حاليا أشتغل هناك كإنترن، بس عندي 2 projects، أهم projects عندي ياهم. أول شيء قاعد أشتغل بشؤون الخليج وبالذات الكويت، فقاعد أساعدهم يعني ناخذ آراء الناس بالكويت عن تمكين المرأة وحقوق المرأة. وثاني project أنا بالجامعة كنت دارسة الدين، فثاني شيء اللي قاعد أسويه إنه قاعد أسوي أبحاث عن يعني المرأة بكل الدول العربية بالخليج وخارج الخليج، وقاعد أشوف يعني شون الدين هي تأثر بالحياة الدينية وشون الدين يأثر بحياة المرأة. شيخة بدرية، إيه هو الحلم اللي لسه ما قدرتيش تحققيه؟ شيء ودي إن قضية حقوق المرأة، والله ما أدري شلون أشرح لك، بس ودي إن الكل بالكويت بالذات وبعدين الخليج وبعدين الشرق الأوسط يهتمون بهالشيء. كأول كويتية بتشتغل مع مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، إيه كان شعورك؟ والله يعني أول شيء أقول لك الصراحة كنت شوي خايفة، فكنت مستعدة إن أغير آراء الناس. آخر سؤال، كأول فتاة كويتية بتشتغل في منظمة الأمم المتحدة، إيه رسالتك للفتيات التانيين مش بالكويت بس، بالعالم العربي؟ إن ما تخلون أي شيء يكون حاجز عندكم على هالشيء، يعني وكل حاجز أو كل الحواجز اللي بتشوفونها بحياتكم في طريقة إن يعني تطوفونها وتطلعون يعني مستانسين. شكرا شيخة. عفوا.